احنا اليوم سعداء اليوم بهذه اللحظه التاريخيه، هذه اللحظه الدستوريه التاريخيه اللي من خلالها تتم مناقشه الحصيله المرحليه لحكومه عزيزه خنوش. وبالتالي خلال المناقشه اليوم اللي كان داخل قبه البرلمان تبين ان اليوم حتى واحد ما يمكن له يتنكر المجهودات الحقيقيه اليوم اللي قامت بها الحكومه والنجاحات اللي عرفتها. لان لما نتكلم عن الحصيله علينا ان نتذكر ان هذه الحكومه لما دخلت على تدبيرها لشؤون الدوله والشأن العام، فكن بلادنا يلاه خارجه من الكوفيد والتداعيات ديالو، عشنا 4 أو 5 سنوات متتاليه ديال الجفاف، ازمه حقيقيه ديال الماء، تقلبات على المستوى الدولي من الناحيه الاقتصاديه اللي كان عندها واحد الاثر حقيقي على الاسعار وعلى الاثمنه، اضافه الى بعض التراكمات ديال بعض المشاكل الاجتماعيه الداخليه في بلادنا اللي ربما ما تمش إدراكها خلال الحكومتين السابقتين. وبالتالي اليوم ما قامت به الحكومة في ظل 30 شهر من تدبيرها لشؤون الدولة وللشأن العام يبين لنا أننا ما يمكن لنا إلا نفتخروا أن نعتزوا، لأن جميع الأوراش تم الانخراط فيها بشكل فعلي، وان جميع القطاعات قامت بالدور ديالها باش هادشي كله اليوم نجمعوه في 30 شهر ونأسسوا لمرحلة جديدة اللي هي الانتقال الاجتماعي لليوم تتعيشها بلادها. واليوم تنشوفوا طبعا كيفاش الحكومة ورئيس الحكومة دبر الحوار الاجتماعي، دبر العلاقة مع الأساتذة، دبر العلاقة مع الموظفين، حلينا مشكل التعاقد اللي كان مشكل حقيقي وعجزت الحكومة ديال سعد الدين العثماني أنها تحله، وأيضا ديال عبد الله بن كيران. وبالتالي فاليوم ما يمكن لنا نقولوا إلا أن حكومة عزيزة خنوش خلال هاد 30 شهر من خلال الحصيلة ديالها فهي ربما تفوقت على جميع الإكراهات اللي دخلت عليها، ودخلتنا في مرحلة جديدة جعلتنا صراحة ننسى ونتناسى ونتدارك جميع المشاكل اللي ورثناها من الحكومتين السابقتين. وبالتالي اليوم أولا كمواطن مغربي ما يمكن لي إلا أنني نعتز بالعمل اللي تتقوم به هذه الحكومة وبهذه الحصيلة المرحلية، واللي اليوم تتفتح لنا آفاق جديدة إن شاء الله باش أننا نرفعوا السقف ديال الطموح ديالنا كفاعلين سياسيين داخل هذه الحكومة، باش أننا ربما في حدود سنة 2026 نوصلوا لواحد المستوى من الإنجازات الذي يفوق إن شاء الله التعاقد اللي كان عندنا مع المواطنين والمواطنات في 8 تنبير 2021. اليوم خلال النقاش داخل قبة البرلمان مع يعني خصنا نقولوا ان هناك ارتباك كبير لاحزاب المعارضه، هناك ارتباك كبير لاحزاب المعارضه في مناقشتها للحصيله المرحليه للحكومه، لان حقيقه من الصعب ان نطعن في المجهود والنجاحات لا في الشق الاقتصادي وخاصة في الشق الاجتماعي، ورش الحماية الاجتماعية، زيادة في الأجور، ضبط الأسعار، المواد الغذائية، مواجهة أزمة الماء التي لم تكن من أولويات الحكومتين السابقتين. إذا فبالتالي اليوم لاحظنا ارتباك كبير عند أحزاب المعارضة في مناقشتها لهذه الحصيلة، لأن في نجاح هذه الحصيلة المرحلية للحكومة هناك مرآة لعجزهم وفشلهم خلال تدبيرهم للحكومة لهذه الإشكاليات ذات الطابع الاجتماعي. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.